سوا كنا نعتقد بأنه يوم الحشر نعم روجيكي دوري عصر بو هاتن جماعتي هاتن هم يقع إن لا سري أنا أبو وقوع قناع وابو دس كيش لدس يعني بتجزمير لبان ببدليك شيء نبر يعني درماني كان كده نعم أنا همو ما سبي دايلما وفي أحد الأيام عصرا حضروا جماعة كانوا يرتدون بدلات كاملة مغلقة ذات اللون الأزرق وكانوا يضعون أقنعة واقية ويلبسون قفازات وجزم ورشوا علينا مادة انتشر القمل بعد ذلك وكنا نحتفظ بكمية الحصى المتبقي نعم عندك سؤال آخر؟ إذا مستعجل علي ما لازم لا وجه الأسئلة تريد تقدر توصف لي ولو جزئيا مثل ما وصفت معسكر الدبس توصف لي معسكر طوب زاوة وكم عدد الموجودين يعني تقريبا لحصا ودرج يعني وكو روجي حشلة طوب زاوة لا انت وضح شنو الامور الاداريه غايه منها يعني مثلا لا وضح السؤال قول مثلا هل يعني شنو الامور الاداريه وضحها اذكرها حتى تعرف تجاوب عليها القريه مرتبطه بناحيه قادر كرم ما اريد اكثر من هذا خلاص اكو احد عنده شيء تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله.